بسم الله الرحمن الرحيم. ما تصور صحافتك أن هلك سونمي وأنك جهل لأن الدعادي ما تحمر كدعادي وعربا أنا قوينا كوب الله بمرك هراء إن أن تعسي وديره لابد يقفوا ذي كجريادي بندوي حالة بلوغها عيدا كبوليس كأسكر كم ذي أي قعنت هذا كوب حذي الدعادي سبحان وقام هذا وو تعسيدين يا أهلك يا قرابة يا مملكة جول كبنادر يوم مدة صومالي ضردان هاي على بوليس كل وجا إني بتباديان ضدك قعدت هذا إني وحكم بحان آدي آد باي نادي بيسا نان الدن قيسا أرنت خاص وحافلي أسكري قرة قرة عدل أجيد عدل أمرتي عدل دبسعتي يمدان أنيق إسرائيل شيء قاسس سمنا يجاين معها وفعل شخص ودعي فعل كشخص ودعنا إن الشخص الله أركه أي برشاد ومدين رقف عنه محير الدلك شرعي بوليه شرعي ونا عدو البواقبانية عدو موادي كستوى الصومالي شرعي واقبانية إن قفكاس شرعي للتي كسده ووحو سميستي لقا قويه أي انتاس أي ندى حرسين إن ندلك أني يددك أني إن نبربرينه ودبا تهر له أن ندلك أن أجيسنه أنك هو لبا كعنت كوهينا أسكري لنا سوى تاقي دونا سيدة قدوميها أما دوغة مقال إيا دوغة مقال مقدوشة وشاقي إن لهر كيني دونا محكمة إن لهر كيني دونا أرنتا سلكا سان كاقب حيا تعسيدا سنوا ودريا أسكري نوا حرين يحي وحن ربا إنا نقود به بندوغة وحن ربا أمد الصومالية دينا نشاقه أما أفسره بندوغ محوية يسارن يح محوكا كوبن يح بندو يدوى تربدن يح بندوغان وحسارن يحي كوفيد 19 بندوغي سوي ومعنى هذا يحي بند أمن ما وحن نلدر رينا عذر لبادن ودون كوها بسدي الدولة دولة بددك هذه أي حنبتي سأي وإلى الصح إنان غيري بادني دعين مركا بندوغاني عذر كاسا لوسو الرغي بندو أمن ماها الدون كتنة وعميد كتيرة دلالك كل قدوة كتيرة أنك أغو اختيارو بدقابا وصاعدة أكادقني وأنو أغودانين إني داد كان سا انتي سبغن عذر كاسا نولدريرينا بندوغانا وحا كاني وعذر كاس إن أمد الصوماليات دولة دولة بدد كاديبي سيدة أغعلين لهي أغبت بادن لهي فلان كادا قباته تلاداس أيو كييمي بندو وإن دولد كمسؤول تهي شعب كومد الصوماليات إنا ينمحوها عذر كاس كفافين ولي بهذا النقوع نوصب بادن أيها أيا الله قدن لها عذر كان وعذر دولده واوينا لباته وينو قيستي ومحوها دقاليه كبربوريي أو دادكي كدنتي أنكو نحن ندوننا دادكي نينا نكبت بادنا محا يا بندوغ سارية بندوغ سيدان دور جارو هرائب وشاقي مسارة قف صوماليات أو وددا مرايا لباقو فوضا صوماليات أو وددا مرايا أو أما دختار الصعدة أما فرمشية الصعدة أما عيد صوب وغانية أما صحور صوت دانتي محايا لي قفكو هالكاسو مرايا وحبو صوقب سانيا ساعد كستاها توقفكو هدو قف إيا اللبيهي ماشي رباني ماري كرايا وهذا حين عن كردقان ربا وركاس محايا لي بندق وحساريا مخايده يلولكي ليره هالحيرو إن داد بدني سوية مادان أروسي قبصدان ميري سوية مادان meel soo wada fariistaan maxaad horta ka sheekaysan oo badan oo cudurku ku faafayo kaasa bandugu saaraya bandugu ma saara qof muxuu aha wada maraya ama wax doonaya maxay yalay anaka waneer farmashiya furaad anaka ne supermarket ku ha furaad anaka ne hospital ka furaad dadku yey u furayeen hadaan 5 saac 6 saac 7 saac qof walba markuu rabo u sanaadi karin yuu furayaan marka ciidanka booliska iyo ciidamada oo dhan waxaan rabaa inaan mar labaad u sheego inaan dadka xaafadahooda hor fadhiya iyo dadka laba laba ama hal hal u socday wadada maraya aan la dhihin xaggee u socotaan
oo ayan bandiga ku jirin. Bandigaas wuxuu saaran yahay in dad badani isu yimaado oo cudur isqaadsiyo. Waxaan rabaa inuu dadku sidaa u ogaado, ciidankuna sidaa ay u ogaadaan. Waa dhici kartaa ciidanka qaarkiis in dhibaato laga soo sheegtay oo dadka jidka maraya u yeerayaan, taasna tallaabo cad baanu ka qaadaynaa. Cid loogu dulqaadanayo malaha askari dambe oo mataqaana afcaasha ku kaca oo nagu dulqaadanayo malaha. Hadda kadibna askariga qabsan mayno. Askariga qabsan mayno, waxaanu qabsanaynaa sarkaalka madaxda u ahaa xilkiisa ku waaya uu ugu horeeyo xalay degmadii shilka ka dhacay taliyahadii xilka waa ka qaaday. In dadkuna sidaa u ogaado, kii dilka geystana waa xiran yahay taliyihiina xilki waa laga qaaday. Taa waxaanu samaynaynaa inaanu ummadda u sheegno inay muxuu ahaa aanan raalli ka ahayn aniga iyo saraakiisha ila shaqaysa iyo madaxda iga sarreysa madaxweyne ugu weyn yahay inaan raalli laga ahayn in dadka dhibaato loo geysto oo dadka loo sheego, askarta loo sheego waxa waajibaadkooda oo la rabo inay fuliyaan. Oo muxuu ahaa, waxaan rabaa dadka ka codsanaya, dadku hadday afuraan oo salaadahooda tukadaan inay guryahooda joogaan. Caafimaadkeenna ku jira, cudurkan laga wada cararay baa ku jira. Waa idinka codsanayaa ninkaan dan weyn lahayn oo ama farmashiya ama supermarket ama cunno go'day aan u soo baxaynin inuu gurigiisa iska joogo oo si aan cudurkaani noogu faafin. Dadweynaha waa ka codsanayaa inaynana muxuu ahaa gacan naga siiyaan. Waxaa kaloo aan rabaa inaan sheego, waxaa dadku badidoodu ka soo jeediyeen muxuu ahaa inayan ku filayn waqtigii dowladdu qabatay oo ahaa muxuu ahaa in muxuu ahaa toddobada lasoo hormariyey lasoo hormariyey hal saac in lasoo hormariyey bandowga. Markaanu magaalada iyo cabashada dadka aanu aragnay, culimada aanu aragnay, dhalinyarada aanu aragnay, dadka soo afure singaliska ahaa sii noqonaya soo noqonaya aanu aragnay, anigu oo fulinaya amarka madaxweynaha oo markaanu amarkani amar dowlu ahaa markii hore ku soo baxay, amar taliye booliis iska soo saari karaa, booliis keligiisa ma ahayn, amar dowladdu soo saartay baa ahayd. Haddana annagoo fulinayna amarka madaxweynaha oo aniga iyo guddoomiyaha gobolka hadda inoogu yeeray, bandowgii waxaa lagu celiyey laba saac, wuxuu hadda ka bacdi ka bilaabanayaa labada saac, wuxuuna ku eg yahay shanta subaxnimo. Dadkana waxaa loo ogol yahay hal hal iyo laba labo inay muxuu ahaa wadooyinkooda u maraan. Waxaan aad iyo aad idinka codsanayaa inaad la shaqaysaan booliiska. Booliisku waa kuwa habeen iyo maalin u soo jeeda, danihiinna u soo jeeda. Waxaa kaloo jira cadow kalaanu la diririnaa, COVID-19 meel baan kala diririnaa, cadow kale oo raba dalkaan in ramadaanka qarax iyo dhib geystaan oo kalena waa kala diririnaa. Yaan laydinku soo dhex dhuuman, yaan danihiinna iyo dalkeenna iyo dadkeenna aan wada difaacanno. Khalad qof sameeyey ama shaqsi askari ha ahaado ama qof shacab ha ahaado, aniga maalin walba askartu way soo dacwadeen, waxay dhahaan dad baa saas nagu sameeyey, waxay dhahaan askari baad u tahay. Marka sida askarta ay ugu samrayso in dadka ciidanka ay la shaqeeyaan oo ciidanka booliiska ah la ogaado inuu yahay ciidanka keliya ee dadka ku dhex jira ee community policing 17 degmo iyo mid walba 4-5 waaxood ka kooban tahay, mid aysan joogin malaha. Waxaana waxaan ugu talagalay horumarinta amniga aad habeenkii ku seexataan. Intaasaan rabay muxuu ahaa inaan la wadaago saxaafadda, inaan muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyeedeeyo falkii dhacay, in muxuu ahaa tallaabada aanu ka qaadnay guddoomiyuhu gobardintoora duqa magaalada iyo degmooyinka aad bay noola shaqeeyeen. Aad iyo aadna waa ugu mahad celinaynaa kaalintii ay ka qaateen iyo odayadii iyo isimo badan iyo dad badan oo shacab wax garade tallaabadii ay ka qaateen inaan dhibkiina gaari dhib ka badani uusan dhicin. Waxaana idinka rajaynayaa inaad la shaqeysaan booliiska. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.